لهوي. مساء الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. فيديو النهارده مشتريات منتجات العنايه بالبشره. فجاه كله خلص، الميك اب ريموفر خلص، الكريم المرطب خلص، الغسول خلص، السيروم اللي بستخدمه لبشرتي ما بستخدموش لانه ما جابش معايا نتيجه، يعني خلاص بقى لي 50 سنه بقول عايز اجيب كريم للعين، فقلت لا ما بيدهش بقى، احنا هنفكها ونجيب كل حاجه. والحقيقه نزلت لكم على الانستجرام، تحبوا ان انا اوريكم الحاجات اول ما اجيبها، اوريكم المشتريات بتاعتي وكده، ولا ريفيو بعد فتره؟ فانت طلبتوا الاثنين، هل هحرمكم؟ الاثنين. النهارده هوريكم الحاجه واقول لكم اسعارها، نجربها مع بعض، وبعد فتره من الاستخدام اديكم ريفيو عنها. جاهزه يا حاجه؟ لايك للفيديو، سبسكرايب لو لسه ما عملتيش سبسكرايب. يلا نبتدي الفيديو. مش هقول لك بقى فولو على الانستجرام، فولو على التيك توك عشان المفروض تكوني عملتي خلاص يعني. اوكي، انا دلعتني ولبيت نداء بشرتي ودلعتها وصرفت وكلفت، صرفت وكلفت. اول حاجه جبت الميك اب ريموفر بتاع جارنيه، وده انا متعوده عليه. شفتوا القافيه؟ تعرفوا تعملوا كده. ده مكتوب عليه للبشره البهته، ده فيتامين سي، انا كنت مجرباه، كنت جايبه الصغير، فقلت لا خلاص بقى اشتري الكبيره خلاص. وبعدين ما رضيتش اجيب حاجه تانية جديده لان يعني في حاجات كتيره جديده معايا، فقلت كفايه كده، لو في حاجه طلعت لي حبوب انا مش هقدر اميز هي ايه بالظبط، فخلينا في جارنيه اللي احنا عارفينه. تعالوا نمسح الميك اب الكيوت الرقيق ده. طيب بينا نمسح الميك اب، وده جبته من نون وسعره 111.5. مبسوطه يا بشرتي بال 111.5؟ نشيل ده بقى كده، والقطنه ما بتكدبش. وكده بعد ما مسحت كل الميك اب نيجي للمرحله اللي بعدها، الغسول. ده شكله عشان تبقوا عارفينه، بفيتامين سي، مكتوب عليه للبشره البهته، مكتوب يزيل المكياج وينظف ويعيد اشراقه البشره، للوجه والعينين والشفاه، خالي من العطور، خالي من الكحول. الغسول الحقيقه اول مره اجربه من البراند بتاع الدكتور راشيلي. انا جربت من عندها الماسك، لو تفتكروه الماسك بتاع الماجناتيك لوك، وكان حلو جدا بصراحه، ودايما بسمع عن البراند دي سمع خير، بسمع ان اسعارها كويسه، فقررت ان انا اجربها. مش ده بس اللي معانا النهارده من البراند دي، معانا حاجه دي. ده شكل الغسول، انا لفت نظري وعجبني قوي ان هو بالفرشه، ومنها دايما متسرعه ما بفكرش اخلع الحاجه ازاي، عارفه اللي هو بخلع على طول. مكتوب عليه ان هو فيتامين سي، ومكتوب عليه ان هو موس منظف، هما بس لو يكبروا خط شويه عشان العمل اللي احنا هنتعميه ده. وده سعره 136.40 جنيه، جايباه من نون. هنجرب. ايوه بظ. ريحته جميله. استنى عشان انا بستمتع دلوقتي وبدلع بشرتي، دخل في بقي. اعمل بقى كده، مكتوب عليه ان هو ميك اب ريموفر كمان. بلعته. ايه اللي دخله جوه بقي؟ اتدلعي يا بشرتي، اتدلعي. هروح اغسله وارجع لكم. النظافه، تصدق حاسه انه فتح بشرتي شويه؟ شكلي احب دكتور راشيل دي قوي. الخطوه اللي بعد كده والمنتج اللي فيها اشتريته بسبب التيك توك. ايوه بسبب التيك توك، كل ما افتح التيك توك الاقي اعلانه في وشي، قلت ما بدهاش. لا ما ينفعش ترمي كده بهو السعر ده، ما بدهاش بقى، انا هشتريه ولو طلع وحش انا هزعل وهجيب ناس تزعل معايا. سيروم الهيلورونيك من لاروش بوزي، اوكي، مكتوب عليه سيروم لمقاومه التجاعيد، يعني هو اكيد مش قصده كده، اكيد قصده عشان تجددي بشرتك كده وتفضل حلوه وجميله، مش اكيد تجاعيد. ايه لسه بدري قوي على التجاعيد. اعاده مرونه البشره، في حمض الهيلورونيك النقي، فيتامين بي 5، يعتبر على البشره الحساسه، ومكتوب عليه التجاعيد والخطوط الدقيقه وفقدان المرونه والبشره المرهقه. احنا عايزين البشره المرهقه، هنعمل نفسنا شويه عايزين بدل ما كلمه التجاعيد. كاتبين لك بقى ان فعاليته على الفور يخفف من مظهر التجاعيد والخطوط الدقيقه، تستعيد البشره مرونتها وانتعاشها لمظهر صحي اكتر. انا عايزه المظهر الصحي الاكتر ده، انا هزعل لو بكام. طبعا كل ده مستنيين اقول لكم بكام عشان تشوفوا انا منهاره ليه كده عليه. 570 جنيه. يجيب مفعول هيرجعني 10 سنين ورا. يلا نجرب اهو، جايبين دي كده معايا، بسم الله. بس عشان انتوا عارفين ايدي بتطير كل حاجه، بتوقع كل حاجه، ما ينفعش لا تطير ولا تقع والله.
بسم الله. سمودي سمودي كرهته. طب انا قفلته ليه لما انا هاخد دلوقتي ده؟ بقى عايزينه يعيش معانا كتير فهناخد نقطه 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 بسيطه. مش نقطه، مش للدرجه دي. ريحته حلوه، ريحته حلوه. انا بنام ليه؟ هما 3 نقط كفايه. نعمل بقى كده شويه عشان البشره تحبه وتمتصه. مبسوطه يا بشرتي بال 570 جنيه ولا مش مبسوطه؟ بعد سن معين او مرحله معينه هتلاقي نفسك بتصرفي على بشرتك ولا يهمك، المهم ان هي تفضل شكلها حلو. لو ما جابش نتيجه انا همسح التيك توك. اللي بعده، اللي بعده بقى ندخل في مرحله الترطيب. جبت هذا الكريم، كريم للعين من دكتور راشيل. هقولك من اخرك، انا بتخنق بسرعه والله، وهيطلع برضو ليها مكان ان هي تتفتح منه وانا اللي عماله ايه اتغابى اهي زي الشاي. ما ببصش وبفكرش، بتحرك على طول. ده كريم العين من دكتور راشيل، مكتوب عليه كريم رفع العين ومكافحه الشيخوخه. جت هيك في الفيديو ده ولا ايه؟ مش قصدهم، قصدهم يعني ان هو برضو بيخلي المنطقه دي شكلها حلو. انا هترجم لكم، بفيتامين ايه ومش عارفه ايه تاني، مكتوب عليه للدارك سيركل، يحارب التجاعيد ويشد البشره، مقاومه علامات الشيشوخه، تقليل الهالات السوداء المرئيه. هي الهالات السوداء مش مرئيه؟ ما هي مرئيه، هالات سوداء مرئيه. تجبير جمال العيون لتبدو اكثر شبابا. تجبير جمال، يعني ايه تجبير جمال العيون دي؟ تم انشاؤه خصيصا للعنايه بالمنطقه الحساسه حول العينين، يقلل من ظهور الانتفاخات والتجاعيد والاكياس حول العينين وتحتهما، يقلل من ظهور الهالات السوداء تحت العينين. مش كاتبين بس انا قلتها. ويحسن مظهر لون البشره للحصول على بشره اكثر اشراقا وشبابا. كما ان هذا العلاج المضاد للشيخ، خلاص بقى قلت شيخوخه دي كتير قوي. طريقه الاستعمال، ضعي الكريم على نقاط صغيره حول عينك باصبعك ودلكيه بلطف، تمتصه تماما. عيني وجعتني في الحبه اللي قعدت فيهم كده. وده سعره 168 جنيه. مش بقول لكم صرفت وكلفت والله، هي مره شكله مغري الحقيقه. ده شكله نبدا بقى ايه ندلك. طبعا كل الحاجات دي لما استخدمها فتره هقدر احدد بقى الفرق اللي هي عملته معايا. طبعا هنتظر فيها لان ده روتين يومي، وبعد فتره اول ما الاحظ اي فرق من اي حاجه هقول لكم على طول. طبعا الانستجرام. نيجي بعد كده لمرطب الوجه. جبت بتاع سيرافي ده من كتر ما سمعت عنه ان هو حلو جدا. كان فيه كذا حاجه فانا اخترت ده لوشن مش كريم عشان يبقى خفيف على البشره، ومكتوب عليه ان هو فور دراي تو فيري دراي سكن، من البشره الجافه للبشره شديده الجفاف. قلت بقى بما ان راحت في الشتاء، ده لما يعني يدخل علينا الشتاء، ما بيشربش ميه كتير. مش عارفه انا حطيت ليه كتير قوي كده، بس كنت عايزه اوريكم. انا اكتر حاجه بتعجبني في اي كريم مرطب انه يكون خفيف كده والبشره بتمتصه بسرعه، ما احسش ان هو في زبده على بشرتي. فهنشوف ده سرعه امتصاصه، ولكنه خفيف حلو، ولكن اتكلم لغه عربيه في النص. طبعا الحبه بقى كتير اللي انا عملتهم دول هنرميهم. نيط يا مرحاج. وده كان سعره 276، وده جبته من على جوميا لانه كان ارخص منه، كان الشحن بتاعه فري. اللي بعده، انا قلت بقى العنايه الكامله بقى هننسى بقى رموشنا وضافرنا، فجبت السيروم ده للرموش. سمعت عنه برضو كتير ان هو حلو. اسمه مافالا تقريبا. مكتوب عليه ان هو غني بالفيتامينات والبروتينات، فهو يقوي الرموش والحواجب ويساعد على منع فقدانهم. تم اختباره من قبل اخصائي العيون، يمكن استخدامه ليلا على رموش نظيفه. النتيجه رموش طبيعيه اكثر كثافه وكمال واطول واقوى. مين كمال؟ يلا نجربه. ده شكله، اهي الفرشه بتاعته زي الماسكارا. ايه ده ريحته وحشه، ريحته كاني بحط زبادي على رموشي. هو ده فيه منه كوبي عشان انا جبته من على امازون، بس معرفش ليه كنت شاكه فيه. وده كان سعره 255. انا ما حرمتش نفسي ودلعتني. اتمنى ان الحاجه دي كلها تجيب مفعول ونتيجه حلوه علشان ايه ما تقهرش. اخر حاجه بقى، ترا، للضوافر. ده برده مشهور جدا، هو اسمه ترند، مكتوب عليه كالسيوم ميلك. ده سمعت عنه برده كتير ان هو حلو بيجيب نتيجه وكده. جبته من على امازون ب 130 جنيه، ولكني اكتشفت حاجه. انا كنت فاكراه ان هو زي السيروم بيتحط على الضوافر عادي والضوافر بتمتصه يعني،
طلع عامل زي المانيكير، فانا حاطه مانيكير فمش هيبان، عامل زي المانيكير يعني بيعمل طبقه عازله فمش هينفع مع الوضوء وكده. فقلت خلاص هخليه مثلا كل ويك اند وانا بعمل بقى روتين الاسبوعي احطه شويه وبعد كده ابقى اشيله واحطه في الفتره اللي مش بنصلي فيها. تقولي لي ازاي يا مها تنسي شفايفك؟ ما نسيتهاش، ده الحاجه الوحيده اللي ما خلصتش، الحاجه الوحيده اللي لسه ما خلصتش. فيك البركه، عشان مش بستخدمه كتير. وبس كده، دي الحاجه كلها اللي جبتها تقريبا، فرمطت الحاجه عندي كلها. بصراحه كنت مستعبطه يعني، مثلا كان يخلص حاجه اكسل بقى اول ما اجيب، فكريم المرطب احطه مره كل 3 ايام، فلا الفتره اللي فاتت اهملت في بشرتي جامد، ف ساستعيد اشراقتها ونضارتها وبريقها وكل حاجه ان شاء الله. ان شاء الله الحاجه دي تبقى كويسه وتجيب نتيجه كويسه. طبعا بعد فتره هعمل لكم ريفيو واقول لكم كل حاجه عملت ايه بالظبط معايا. فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وما تنسوش تكتبوا لي كومنت لو جربتوا حاجه من الحاجات دي، قولوا لي جربتوا ايه وعجبكم ولا لا، وجاب معاكم نتيجه ولا لا، عشان نستفيد كلنا. وبس، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي. ثانيه واحده قبل ما نقفل الفيديو، روحي على الانستجرام عشان بيفوتك كتير في الستوري.